السؤال اللي بيطرح نفسه يعني ماذا عن الجانب الآخر، القانون الجنائي والشريعة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة لعل القانون الجنائي هو المحك الحقيقي لقضية تطبيق الشريعة، وكل النداءات التي تمت قبل ذلك ونادت بتطبيق الشريعة الإسلامية بصرف النظر عن الأغراض من وراء هذه النداءات، لكن حصرت بالفعل في ذهن المستمع، في ذهن المشاهد، في ذهن الذي يقرأ المشهد أن تطبيق الشريعة الإسلامية رهن بوجود القانون الجنائي، بل هو رهن بشق واحد، بفرع واحد من فروع القانون الجنائي كما سنرى، وهو قضية الحدود. وكأن الشريعة انحصرت في ذهن الإنسان المصري أو المسلم أو الإنسان في أي مكان على أننا نريد تطبيق الشريعة على أن نريد تطبيق الحدود. وإحنا شفنا سابقا يعني بأن الشريعة الإسلامية فيها اتساع والشمول، بحيث تشمل الإيمان وتشمل الأخلاق وتشمل فعل المكلف أو عمل المكلف، ورأينا أن كل هذه الجوانب من حيث الجملة ويمكن أن نقول بارتياح بأن الشريعة مطبقة في هذا الجانب. لا يوجد تشريع يمنع الإنسان من أن يتعبد ربه سبحانه وتعالى ولا أن يؤمن، ولا يوجد تشريع في الحقيقة يمنع من الأخلاق. فإذا نحن أمام تطبيق للشريعة في هذه الجوانب التي ذكرناها سابقا، ويبقى هذه المسألة القانون الجنائي. ونحن نريد أن نقول نحدد جملة من المفاهيم وجملة من المعايير لكي نتكلم عن قضية تطبيق القانون الجنائي أو تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال نصوص القانون الجنائي. أولا، ما هي الأسس التي نستند إليها عندما نتكلم عن تجريم فعل معين؟ كأن القانون الجنائي يعني بمعنى أو الجرائم التي قرأناها في الشريعة الإسلامية والعقوبات الموضوعة بناء على هذه الجرائم، ما هي الأسس التي تستند إليها؟ كيف نجرم ونمنع من فعل معين، من سلوك معين؟ الحقيقة أي مجتمع من المجتمعات له من المقومات التي لابد أن توجد في هذا المجتمع، وإذا فقدنا هذه المقومات أو إذا اختلت هذه المقومات فإننا نكون أمام خلل في المجتمع قد يؤدي إلى انهياره في الحقيقة. نعم. عندنا في الحقيقة في الشريعة الإسلامية 5 أشياء أساسية. نعم. ويعنون بها أو يعنون بها الكليات 5. وهي أن الإسلام جاء بجملة تشريعات كثيرة لا نستطيع أن نحصرها في هذا المجال الجنائي فقط، لكن أيضا لها صلة بالعبادات ولها صلة بالأخلاق ولها صلة بالإيمان. هذه الكليات هي أن الإسلام جاء لحفظ النفس، وجاء لحفظ العرض، وجاء لحفظ المال، وجاء لحفظ العقل، وجاء لحفظ الدين. فالدين والنفس والعقل والعرض والمال للكليات 5، دي الكليات 5 اللي هي عصب المجتمع، عصب الحياة، بحيث ان اذا التشريع لم يأتي ويحافظ على هذه ويوجد من الآليات ومن الأدوات ما يحافظ على هذه الخمسة، نحن نكون امام تفكك مجتمع. في قيم كثيرة تفوت على المجتمع في هذه الحالة وقد يؤدي في النهاية إلى انهيار. فإذا نحن أمام ضرورات أو كليات 5، أمور 5 لابد من المحافظة عليها، لابد من إيجاد تشريعات لكي توجد هذه الأمور 5 في المجتمع، فلابد من أن نحافظ على حياة الإنسان، أن نحافظ على حقه في الحياة، أن نحافظ على ماله، أن نحافظ على عرضه، أن نحافظ على دينه، أن نحافظ على عقله. كل التشريعات تدور في هذا الإطار، حتى ما سبق من قضية الإيمان ومن قضية الأخلاق
ومما ياتي فيما بعد في حتى القانون المدني ايضا هو جزء في المحافظه على المال. صحيح. من حيث انه يوجد اليات وادوات لكيفيه نقل الملك من انسان الى انسان. فهذه ايضا لم يترك الحقيقه ان الانسان ياخذ مال اخيه هكذا، وانما اوجد تشريعات طبعا بلا شك. فاذا كاننا امام تشريع متكامل لا ينبغي ابدا ان يفصل جزء عن جزء، وانما الكل. نعم. اذا اردت ان تاخذ نظره تطبيق الشريعه فلابد ان تاخذ هذه النظره الكليه، النظره الشموليه.